اصدر الدكتور احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء قرار بضم منشات واصول جامعه النيل لصندوق دستور التعليم. بعد ما اصدر القرار ده مشينا رحنا المقر بتاعنا في القريه الذكيه، كنا مأجرينه. بعد ما كنا بالباحثين والعلماء بتوعنا في المكان، بعد ما مشونا منه بصينا لقيناهم ادوا المكان للدكتور احمد زويل. خلصنا المباني وخلصنا المنشات بتاعتها وحضرنا كل الاكويبمنت وكل الاجهزه وفرشنا الجامعه، وبعد ما فرشنا الجامعه هو جاء اخدها ونسب كل الحاجه دي ليه. المباني بتاعتنا، مباني الجامعه اللي هي مباني بتاعتنا مش بتاعت زويل اصلا، ترجع لنا لان هي مجهزه بمعامل لجامعه النيل مش لزويل. هو واخد المباني حاليا ومقفوله. طب ليه بنستفيد بيها؟ دي بتاعتنا احنا اصلا، واحنا عشان نبني مشروع لزويل لازم نهد مشروع مهم. المشكله ان الدكتور احمد زويل اخذ المباني اللي كانت مخصصه لينا في المقر بتاعنا في الشيخ زايد اللي احنا المفروض رحنا، بس بعد كده يعني زايد طردنا منه على اساس انه المفروض دي بقت مدينه زويل. وبعد كده يعني قعدنا نتناقش مع وزير التعليم العالي واحمد زويل، بس في الاخر ما وصلناش لحاجه. ولسه عندنا مشكله بتاعتنا ان احنا مش عارفين، يعني الجامعه ما ينفعش تكمل في مقرها اللي موجود دلوقتي. جامعه النيل دي مصر محتاجه لها ومحتاجه العشر جامعات زيها، واذا كان مشروع الدكتور زويل يجب ان يقوم، وده مشروع عظيم، فممكن انه يقوم بجانب جامعه النيل ولا يهدمها، وانما يكون مكمل ليها ونزود. احنا عايزين نبني مصر، مش عايزين نبني نهدم ونبتدي نبني من اول وجديد.